السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لإخواتي وبناتي وكل اللي متابعيني، وأهلا وسهلا بأول مرة أشوف القناة وأشترك فيها بإذن الله تعالى، قناة بكل سهولة وبساطة، وما تنسوش تدوسوا على الجرس تصلكم كل جديد. وأنا طبعا برحب بكل المتابعين الجداد وبشكرهم جدا جدا على متابعتهم وتعليقاتكم الجميلة جدا جدا، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. النهاردة إن شاء الله بقى مش هنعمل طبخة برضو ولا إعادة تدوير، النهاردة إن شاء الله جايبين حاجة مفاجأة كده، اشحن زي عنوان ما مكتوب، اشحن واكسب بكرتونة رمضان ببلاش. الكرتونة ايه؟ كرتونة رمضان من كازيون زي ما احنا شايفين. انا شحنت طبعا اهي، الكرتونة اهي، الكرتونة دي بتاعت رمضان، انا لسه ما فتحتهاش، هنفتحها سوا مع بعض. انا طبعا شحنت كارت اتصالات ب 15 جنيه، وزيرو 11، فجالي مجموعة هدايا، الهدايا من اخدها من سلسلة فروع كازيون، اي فرع قريب مني كازيون اهو. فمن ضمن الهدايا دي كانت كرتونة رمضان، وطبعا في حاجات هدايا تانية بس انا اخترت دي عشان دي اقرب حاجة لستات البيوت، يعني كرتونة رمضان وعمار المطبخ بقى زي ما احنا عارفين كلنا ستات زي بعض. فانا هنفتح سوا الكرتونة وهنقول بسم الله. مكرونة، أول ما فتحنا لقينا المكرونة قدامنا، مكرونة هي المكرونة الخواتم دي، مكرونة كيس، مكرونة مكرونة قلم، وكيس اسباجيتي. المكرونة اسمها مكرونتو، مكرونة مكرونتو مش بطالة، حلوة برضه، أنا جربتها مش بطالة كويسة. ورز اكسترا يعني نوعا ما مش بطول وكتير، وكمان في كيس رز، سكر، اسفة السكر، وده برطمان صلصة، وازاز الزيت، طبعا ازازة الزيت اهي، هي مش لتر، بس مش عارفة مش لاقية عليها الوزن قد ايه، بس هي دي مش لتر على فكرة، هي اصغر من لتر. ونوع مرجان اهو، وطبعا الصلصة اهي زي ما احنا شايفين، وكمان اخر حاجه في الكرتونه بقى سمنه مرجانه، الكيس ده مش عارفه برضو وزنه قد ايه، بس هي الاكياس دي بتبقى معروفه، يعني اللي بيستعمل اكياس السمنه بيبقى عارف الاوزان دي قد ايه زي ما احنا شايفين كده. وادي الكرتونه خلاص فضيت كده، بس هديه جميله جدا زي ما انتم شايفين، زي ما احنا شايفين ادي الحاجه قدامنا وكلنا بنحتاجها في مطبخنا، في مطبخنا طبعا ما بنستغناش ولا عن الرز ولا المكرونه ولا السكر ولا الزيت ولا السمن ولا الصلصه، كل الحاجات دي بنحتاجها طبعا في مطبخنا. انا طبعا ولا بعمل دعايه للاتصالات ولا كازيون، انا بس عشان خاطر ان انا حاجه جات لي وحاجه يعني ان انا طبعا عشان انا استفدت من العرض ده او الخصم بتاع الاتصالات، او ان انا شحنت ببلاش، فانا حبيت ان انا اقول لكم بس على اللي مش عارف يعرف. وطبعا كلنا بنحتاج الحاجات دي في المطبخ، وان انا شحنت ب 15 جنيه، والحاجات دي كلنا عارفين انها بقيمتها اكتر من 15 جنيه، يعني مثلا ده مثلا لو حسبنا ان على الاقل الرز ب 10 جنيه، ادي كيسين رز ب 20 جنيه، والسكر ب 10 جنيه، يبقى كده 30، والمكرونه بكيس مثلا ب 5 جنيه، وادي 3 اكياس يبقى كده 35، قول مثلا برطمان الصلصه برضو ب 5 جنيه، يبقى كده 40، السمنه مثلا ب 10 جنيه، انا مش عارفه الاسعار بالظبط ايه، يبقى انا بقول لكم بالتقريب. والزيت مثلا ازازه صغيره مثلا ب 10 جنيه، ده كل التقدير، حاجات كلها بالتقريب مش بالظبط، فعملت قيمه 70 جنيه، تقل عن كده تكتر عن كده، هي يعني من الاخر كده ان انا استفدت جدا منها، ان انا دفعت 15 جنيه شحنه وكسبت عليها العرض ده، فيعني انا حبيت اقول لكم عليها عشان الكل يستفيد بيه. وبكده طبعا اخواتي وبناتي يكون الفيديو انتهى، وما تنسونيش في اللايك والشير عشان الكل يستفيد بالعرض ده، ولو في اي سؤال اكتبوه في تعليق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.